السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. البنات كيف بقيتوا؟ لاباس عليكم؟ رمضان مبارك سعيد يدخل عليكم بالصحه لهنا والتيسير ان شاء الله. اليوم جيت معكم واحد الوصفه كما كتشوفوا هو لي سوسون بالفخوماج اللي كيجي اكثر من رائع. كتجي واحد الوصفه اللي كتجي لذيذه ومختلفه على بركه الله. كما كتشوفوا معنا هنا عندي واحد ساشيه ديال الشامبينيو اللي كتبقى اختياريه، بغيتو ديروها ديروها، ما بغيتوش ديروها استغناو عليها. عندي الكميه ديال الفرماج كيري، عندي واحد كميه ديال السوريمي كما كتشوفوا. عندي هنايا معكم واحد ربعه البلوك لاباش كيري، لاباش كيري اللي كتجي زوينه بزاف هاد الوصفه. وعندي البات فويتي اللي خديتها واجده، يعني كنت مزروبة هاد المرة ما وجدتهاش، بالفعل ما وجدتها بيدي، ولكن هاد المرة أنني اكتفيت أنني ناخدها. عندي معكم الزعتر، وعندي معكم قشور ديال الحامض كما كتشوفوا معنا. هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو معكم في هاد الوصفة هادي. على بركة الله غادي نبدأ معكم بالفروماج اللي غادي نحكو واحد بالحكاكة الرقيقة، يعني بطبيعة الحال ضروري خصها تحك بالحكاكة الرقيقة كما كتشوفوا معانا. هذه هي الطريقة اللي كنحك بها. كنتمنى ان الفيديو يكون شارح نفسه كما كتشوفوا بالصور. يعني هذه الوصفة كتجي زوينة ومختلفة على الحشوات، يعني في ساعة كتوجد ما تشحري ما والو غير حكي وعمري، ولكن كتجي المذاق لذيذ. انا لهنا البنات كنت كنديرها بواحد الطريقة مختلفة، يعني كنقبض ديك بلوك لافاش كيري كنقطعو شرائح طوال، وديك السوريمي حتى هو كنقسمو على جوج او على القياس اللي بغيتو نتوما شرائح. وكنقبض الجبن لافاش كيري حتى هو كنقطعو شرائح، كل شيء. وكنت كنعمر بهذه الطريقه. انا هذه المره هذه فضلت انني نستعمل هذه الطريقه هذه، يعني غيرت كما كتشوفوا. من بعد ما حكيت ديك الفرماج ديالي نخليه على جانب، وغادي ندوز للشامبينيو اللي سلقته في الماء واللي قلت لكم انه كيبقى اختياري بزاف. من بعد ما تسلقوها البنات في الماء ضروري تغسلوه مزيان 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 مزيان، يحاولوا تغسلوه. انا في التالي استغنيت عليه انني ما درتوش، خليته الحشوه الثانيه اللي غندير معاكم، لان ولدي ما كيبغيهاش بالمذاق ديال الترومي، يعني استغنيت عليه في اخر لحظه، بقى كيرغبني، قلت له صافي غادي نحيدها، رغم انها كتعجبني الصراحه انا هذه الطريقه اللي كندير. صافي، من بعد غناخذ معكم ديك السوريمي اللي خديت معكم، وغادي نديرو في الحكه في الطحانه، عفوا في المونينيكس، وغادي نحاول نطحن معكم ديك السوريمي مزيان كما كتشوفوا، ونتلاقاو من بعد ما نطحنها. انا كما قلت لكم هنا البنات استغنيت على الشامبينيو، وهاد الطريقه اللي كندير زوينه، وحتى الطريقه الاولى اللي كنت كندير كتجي حتى هي مزيونه، يعني لكم الاختيار. من بعد ما طحنت كما كتشوفوا، من بعد ما طحنت السوريمي ديالي طحنتها مزيان، غادي ندوزو باش نكملوا المراحل لي باقين. كما كتشوفوا معنا هنايا، انا من بعد ما طحنت الكميه ديال الفرما ديال الفرما السوريمي زعما، وخلطت الفرماج، شان نقول لكم البنات غادي نزيد معكم ديك الفرماج كيري كما كتشوفوا معنا. غنزيد معكم ديك الفرماج الكميه ديال الفرماج كامله، وانتم كيبقى لكم على حسب الرغبه، يعني الا بغيتوا تنقصوا نقصوا. هنا كما كتشوفوا زدت معكم واحد الكميه ديال الزعتر، يعني البنات غير ديروا الزعتر كيجي مزيون بزاف. صافي، انا غادي نعجن معكم هاد المقادير، نعجن معكم هاد المقادير مزيان بيدي، يعني غنعجنها كما كتشوفوا مزيان.
كما شفتوا معانا من بعد ما من بعد ما درت جميع المقادير، كما كتشوفوا كنخلط مزيان ديك المقادير. كل ما خلطتوها يعني خصني ديك المقادير ينسجموا مع بعضهم، يندمجوا. صافي انا غنبقى على هذا الشكل هذا تنكملها. كما كتشوفوا من بعد ما كملتها كتجي على هذا الشكل هذا. صافي غادي ناخذ معكم كل كويره وغادي نحاول انني نروليها بيدي كما كديروا الكفته هكاك. غادي نحاول ندير كويرات هكا ونولي نديرهم على شكل طولي. صافي كما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه. نتمنى ان الفيديو يكون شارح نفسه. صافي انا غادي نكمل هذه الكميه اللي عندي، وغادي ندوز من بعد ما نكمل غادي ندوز الباط فيدي اللي غادي نطلقها. نحاول نطلقها معاكم وتشوفوا التتمه ديال هذه المقادير. من بعد دزت العجينه ديالي الباط فيدي، غادي نحاول انني نسرح معاكم هذا الباط فيدي كما كتشوفوا معنا على هذا الشكل هذا. هنا البنات انني درت كميه، درنا كميه كثيره. صافي انا غادي نطلق معكم هذا الباط فيدي ونطلقها. ومن بعد ما نطلقها ثم هنا البنات حاولوا تقسموا ديك العجينه ديالكم، حاولوا تقسموها باش ما تعذبكمش. انا هنا درتها كامله، من بعد راني قطعتها يعني قسمت منها وخديت غير طرف بطرف وبقيت كنخدم بيها. كما كتشوفوا صافي انا هنا من بعد ما طلقت الباط فيتي ديالي ناخذ معكم القطاعه اللي قطعت بيها. كما قلت لكم خديت معكم القطاعه وجلست كنقطع قطع دائريه. كما كتشوفوا غادي ناخذ معكم الحشوه اللي درت، وغادي المهم انا غادي نكمل معكم. كما كتشوفوا هادو هما المراحل اللي كندير. كنحاول انني ناخذ على شكل الدائره وكنحيد ديك العجينه اللي باقا وكنحاول انني نعجنها ونحيدها. يعني غادي نديرها في ميكا بطبيعه الحال، ما غاديش نخليها على برا. صافي وغادي ندير معكم الحشوه كما كتشوفوا. صافي وغادي نشد معكم، يعني اي وحده راه كتعرف دير لي شوزو. هنا البنات بامكانكم انكم تدهنوا بالبيض باش تسد معاكم. كما كتشوفوا هنايا كندهن بالبيض في الجناب. صافي وغادي نشدها معاكم، وغادي ناخذ معاكم من بعد ما غادي نسدها وناخذ لها على شكل لي شوسون. غادي ناخذ واحد الفرشيطه وغادي نحاول انني نتكها من الجناب، يعني نبسطها من الجناب تعطيني واحد الشكل اللي كيجي زوين. اولا حبيتوا تخليوها هكاك خليوها هكاك، لكم الاختيار. صافي انا كما كتشوفوا خديت ديك الفورشيت، وهنا حاولوا ديروا الدقيق لان الصهد والزبده الباط فيتي كتطلق معكم بزاف. مهم انا نحاول انني نمشي معاها غير بشويه بالمهل وتعطيها الخاطر. صافي من بعد غادي نديرها في صينيه الفرن. كما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل هذا. صافي انا هنايا كنستفها في الصينيه ديال الفرن اللي غادي ندخلو للفران. صافي من بعد غادي نقبط وغادي ندهنهم بالزبده وغادي ندخلهم للفران. كما كتشوفوا هنا ديروا غير صفار بيضه. نتوما لكم الاختيار، بغيتوا تزينوها بالجنجل الابيض او بافو او اللي بغيتوا، يعني لكم كل الاختيار اللي بغيتوا ديروه. صافي انا غنكمل هذه الكميه هذا وندخلو للفران. من بعد ما نخرجو من الفران نتلاقاو ونشوفو الشكل ديالو كيفاش كيجي.
كما كتشوفوا انا هنا من بعد ما خرجته من الفران كيجي على هذا الشكل هذا، يعني كيجي زويونين وكيجي المذاق ديالهم زوين والفرماج كيجي فوسطهم معلق وكيجي غزال الصراحه. يجربوا هاد الطريقه هذه، يعني انا هنا راه مازال عندي الكميه كثيره، يعني هادو غير اللي خرجت صافي. وهذه هي الوصفه ديال هاد النهار هذا، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، ولا عجبتكم الوصفه بارطاجيوها مع الاحباب والاصحاب وتابعونا في عندنا في القناه. ايوا رمضان مبارك سعيد، وبسلام عليكم في فيديو جديد ان شاء الله.